السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع شهيوات أم سليمان. اليوم جيتكم بواحد الطبق ديال المحنشة حلوة وملحة، وأنا وجدت كل شيء قبل باش ما نطولش عليكم. عندي هنايا البصلة، كيلو ديال البصلة مطيب بشوية ديال القرفة وشوية ديال الخرقوم والملحة، ومطيب بوحديتو وعملته بوحديتو. طحنت هنا 600 غرام ديال اللوز، حمرته وطحنته وعجنته بشويه ديال الماء الزهر وشويه ديال الزبده وشويه ديال المرقه ديال الدجاج اللي عجنته. وهذا الدجاج واحد الدجاجه فيها 2 كيلو، عملت لها لقامه كامله، الزعفران، خرقوم، الابزار، شكنجبير، شويه من الحاجه، القزبر، المعدنوس، كلشي ديالو طيبته وفسختها هكذا، نقيتها، خليتها تقطر ونقيتها ونزلتها هنايا. وهذا من التزيين. ان شاء الله عندي هنايا الورقه مغربيه، عندي شويه الزيت باش كندهن الورقه من القاع على قبل الزبده كتفزق الورقه. مثلا الزيت كيقرمش شي شويه. هادو التزيين ان شاء الله، شويه ديال القرفه، شويه ديال اللوز، السكر كلاص، اللوز فيلي محمر شويه ماشي بزاف. وغنمشيو ان شاء الله لطريقه التحضير ونرجعوا تشوفوا طريقه التحضير ان شاء الله. انا رجعت عندكم باش تشوفوا كيفاش عملت هذه هكذا بالدجاج. ودابا غادي نزيدوا البصله فوق منه، البصله اللي طيبنا كامله غنعملها هكذا فوق منه، نعملوها هكذا فوق منه. نتمنى ان شاء الله يا ربي تعجبكم بصيله طيبه نورمان بوحديتها مع مع الاقامه ديالها، كتجي بنينه بزاف. كنعمل لها هكذا فوق الدجاج. ها هما الوريقات كنطيفوهم كاملين هكذا. ودابا غادي نمشيو نلويوهم ان شاء الله، علويوهم وعاد نرجعو عندكم ان شاء الله عاود ملي نلويوها وتشوفوا كيفاش عملت لها ان شاء الله. حنا رجعنا عادي تشوف كيف كنلويوها هكذا كامله. هذه هنايا غير الدجاج والبصله، الدجاج طايب معدل والبصله. وعاد نرجعو ان شاء الله نلز الزبده ونقدروا نعملوا بها هكذا شويه باش نلصقوها ونهزوها ونحطوها هنايا. دابا ندور واحد التدويره اخرى ديال اللوز، عاود نرجع عندكم تشوفوها ان شاء الله. ها حنا رجعنا عندكم، دابا عاود طلقت الورقه هكذا كيف كتشوفوها. اخر عملناها غير بالبصل والدجاج طايب بالاقامه ديالو بكلشي ديالو. دابا هذه غير اللوز بوحديته معجن بالزبيده والماء الزهر والمرقه ديال الدجاج. ودابا غنلويو هذه. ملي نلويو هذه غادي نطيفوها على اخرى، هانتوما عادي تشوفوا كيفاش غادي نعملوا ليه ان شاء الله. ودابا حنا رجعنا عندكم، غادي نلصقوا هذه ديال اللوز بوحديته، هذه بالدجاج والاقامه ديالو بكلشي ديالو، هذه غير اللوز. غادي نعملوا لها هكذا وحنا ماشيين، حنا كندوروا هكذا دابا حنا لوينا يا خرا بالدجاج ضل الوسط بالدجاج في الاول الدجاج في الوسط اللوز والاخرانيه بالدجاج ان شاء الله يا ربي. دابا غندخلها للفران ونتسناها طيب ونزوقها ورجعنا عندكم باش تشوفوا اخر الوصفه ان شاء الله. بعد ما طابت المحنشه ديالنا ها هي كتشوفوها مقرمشه ها هي. ودابا غنعملها واحد التزويق كيف ما كنبغي نعمل انا، وانتوما عملوا التزويق اللي رشقت لكم واللي عندكم في الدار واللي قدركم عليه ربي عملوه. انا كنشبر بابيل الومنيو وكنشبر كنغلف هذه ديال اللوز الى عقلتو، راه هذه ديال اللوز والوسط الدجاج والبصل والاخرانيه الدجاج والبصل، وهذه ديال اللوز كنتني هذا البابيل كاغيدين ديال الومنيو وكنعمل لها هكذا كنغلفها كامله هكذا. هانتوما عاد تشوفوا الطريقه كيفاش هكذا باش نغطي هاد المويطات ديال هذيك اللي باللوز كنغطيها كامله. كنجيب هكذا نكمل بهيدا ها هي، قطعت سلسله هذه من هنا
وغادي نزوقوا ان شاء الله. دابا هذه هذه الدلوز هيدا غطيناها ما تظهرش باش يظهر التزويق ديالها من بعد ان شاء الله. ها هي هذا التغطيه هذه. دابا غنشبروا شويه ديال السكر كلاص. دابا غنشبروا شويه ديال السكر كلاص وغنعملوا له هيدا هيدا ونمشيو للحواشي هادو كاملين غنعملوا لهم هيدا. نزيدوا شي شويه من هنا وانا غنكمل التكميل ديال التزويق ورجع نوريها لكم في الاخر. دابا زوقنا هادي هيدا والوسطانيه ديال اللوز كندوبو شويه ديال العسل هيدا. انا هادي طريقه التزويق ديالي من راسي ديريكت او سمحوا لي كتخرج الهضره الاسبانيوله. وانتم زوقوا باش ما بغيتو اختي المشاهده تزوق باش ما بغات في الدويره ديالها واللي عندها قريب واللي بغات وكل واحد وذوقه في التزويق ما تقدرش تحكم. وبصحتكم وبراحتكم ونتمنى تعجبكم. وغنزوق شويه شي بنوايفيلي ونرجعوا عندكم في الاخر التزويق ان شاء الله اللي غنكملوه. هاهي المحنشه ديالنا احنا ساليناها وهاهي كيفاش كتولي في الاخر. ونتمنى تعجبكم ونتمنى رضاكم ونتمنى ان شاء الله تكون عند حسن الظن. نتمنىكم تجربوها وتذوقوها كتجي لذيذه بزاف. وخليتكم على خير وفي شهيوات ام سليمان المقبله ان شاء الله. وتحيه لكل شيء اللي كيشوف واللي ما كيشوفش. بون بيسيطو.